ما معنى سلاح مو بده يفتح شكل الدوس اخوي طول بالك الله كريم هلا الضباط كلها تركيا وجاي بدها تجيب سلاح ثقيل لك اخوي ضحكتني ضحكتني شو سلاح ثقيل يعني وزنه 5 طن يعني اخوي الله كريم كله سلاح ثقيل طول بالك بكره بتلاقي حالك باللاذقيه ضحكتني والله انطروا لك يا اهل اللاذقيه انطروا انطروا على الضباط اللي عندنا انطروا لك طرو الله يعينهم والله الله يعينهم الله يحليهم بالصبر الله كريم لك اخوي الله كريم طول بالك اخوي ما اختلفنا والله الله يعينهم والله الله يعينهم طيب شو بدنا نعمل لك اخوي بكره بيجيبوهم بيجيبوا الدبابات بيجيبوا السلاح الثقيل كله كله وتلاقي حالك بقلب الصليبه وباللاذقيه وكل شيء خالصين لك اخوي شو يحس وراح تجيبوا دبابات وهذا لك عندنا كل شيء بس النبايعين للساحل حمايه الاقليات لك اخوي سيبنا طقينا ملينا يئسنا لك لا لا انت بتفكر هيك بس غيرك لا جايين جايين يا الله منا غيرك يا الله.